للمزيد حول اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة موقف تطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة الكبرى بما فيها المناطق العشوائية والتاريخية القديمة، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. دكتور إسلام، بعد التحية، يعني اهتمام الدولة المصرية أو بتعبير أدق اهتمام سيد رئيس الجمهورية بنفسه بتطوير المناطق العشوائية والقديمة، وهو يعني ما تلحظه عين المواطن المصري المتجول في خلال شوارع القاهرة، هذا الاهتمام والمتمثل في الجولات التفقدية التي يقوم بها سيادته بشكل شخصي ومن ثم عقد الاجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير تلك المناطق، برأيك كيف لنا أن نثمن دور الدولة المصرية في هذا الإطار؟ تفضل. في الحقيقة فكرة متابعة الأعمال على الطبيعة، خلينا أقول لحضرتك أنه هو من أصول العملية أو عملية متابعة المشروعات الهندسية تحديدا. المشروعات الهندسية تستلزم باستمرار المتابعة، فكون سيادة الرئيس يعني حريص على أنه هو ينزل يتابع بنفسه هذه الأعمال ويتأكد من جداولها الزمنية، وهو بيؤكد على المعنى ده تحديدا استمرار، فده معنى مهم جدا بالنسبة لهذه النوعية من المشروعات. المعنى الأهم هو اهتمام الدولة واهتمام رئيس السيسي تحديدا بحياة المواطن. الحقيقة المعنى بالرغم ان هو يبدو عملية تخطيطية وعملية هندسية، الا انه في الحقيقة بيستهدف بشكل اساسي حياة المواطن. حياة المواطن من اولوياته عموما كانسان انه يكون جوه سكن امن وصحي، وهو ده المعنى اللي ذكر حتى في بيان الرئاسة، انه الحياه الكريمه بتبدا من المسكن الصحي والامن. نعم. لازم نوفر مساكن صحيه وامنه للمواطن حتى ينعم بحياه كريمه. مفيش حياه كريمه من غير مساكن امنه، من غير مساكن مناطق مخططه. حضرتك مستحيل حد فينا يكون عايش بامان وحاسس ان هو مرتاح في مسكنه وهو لا يرى الشمس. بالفعل لا يرى الشمس، يبقى معنى كده ان المناطق غير مخططه. نعم. ما ينفعش يحس بحياه كريمه وهو عايش اماكن مستويات التلوث فيها عاليه، مستويات التلوث جايه من مناطق صناعيه او جايه من خطوط ضغط عالي او الاماكن نفسها لا تصلح للسكن، وبالتالي نعم. يعني ولذلك تم انشاء التوسعات الجديده وتخطيط المدن الجديده ايضا وربط المناطق البعيده بشبكه طرق يعني ممهده يعني مبهره في واقع الأمر، وتختصر الكثير من الوقت والجهد للمواطن والذي كان يتكبد الكثير من عنائهما في السابق. يعني من وجهة نظر هندسية دكتور إسلام، ويعني مرتبطة بوجهة نظر مواطن مصري، كيف سينعكس ذلك إيجابيا على مستوى معيشة المواطن المصري، والذي يسعى دائما السيد الرئيس في إبرازه بأنه يسعى إلى الارتقاء بمستوى المواطن وتوفير حياة كريمة له؟ خليني اقول لحضرتك انه التجارب السابقه في الارتقاء بالمناطق غير المخططه عندنا امثله كتير منها في القاهره في الاقطارات، وازاي الناس حياتها بتتغير لمجرد الانتقال من المناطق غير المخططه للمناطق المخططه. عندنا تجربه في اسكندريه في بيت العنب، الحقيقه الناس حياتها بتتغير. ولو حضرتك زي ما اشرت وتفضلت كده ان ده بيتم عن طريق استبدال مناطق غير مخططه بمناطق مخططه والتوسع في انشاء المدن الجديده، لان في الحقيقه المدن الجديده هي بتحل ازمه عدم التخطيط او عشوائيه التخطيط اللي ممكن يكون متواجد في المدن القديمه. وفي نفس الوقت بيتيح للمواطن التمتع بمميزات كل مميزات المناطق المخططه. حضرتك لو شفتي، لو حضرتك عايزه تشوفي بالظبط بقى الاثر هيعود ازاي، شوفي سلوكيات الناس وادائهم وارتياحهم في الناس اللي عايشه في المدن الجديده والناس اللي عايشه في المدن القديمه. بالفعل هو لا يوفر سكن فقط، بل يوفر مدارس ويوفر ملاعب ويوفر مراكز شباب ويوفر نوادي، يعني هو يبني مدينه مخططه بالكامل وليس مجرد شقه يستلمها المواطن ليعيش فيها. بالظبط، وده بيأثر على الأداء النفسي وأريحيه الناس في الحياه. لو حضرتك لاحظتي وانت ماشيه في المدن الجديده هتلاقي شكل وجوه الناس وابتسامتهم مختلف عن المدن القديمه. لو احنا ماشيين في وسط البلد هتلاقي نفسك عندك عبوس كده وحاسه بالخنقه بتاعه المكان والزحمه والتلوث اللي موجود. مجرد ما تطلعي في مكان واسع ومكان مخطط بتحسي بنفسك منشرحه وحاسه ان انت قد كده مرتاحه. هو ده بالظبط اللي بيحصل لما بننتقل من المناطق العشوائيه وغير المخططه الى المناطق المخططه. نعم. نفس الانسان نفسها بترتاح، وده في الحقيقه المعنى الأهم في عمليات إعادة التخطيط وعمليات التطوير، إنه الإنسان بنهتم بيه
بشقي، شقه المادي، المادي اللي احنا بنوفر له فيه طرق وبنوفر والشق فيه النفسي والمعنوي. دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني، شكرا لك على هذا الايضاح.